السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا وصفه الخضر مرقه على الطريقه الباكستانيه الهنديه. فقبل ما نبدا الوصفه بغيت نشير لواحد النقطه مهمه اللي متميز بها الاكل الباكستاني الهندي بصفه خاصه. فمعروف انه اكل حار بزاف. بغيت نوضح هذه النقطه. فعلا الاكل فاش كيكون حار كيكون بنين، ولكن هذا ما كيعنيش ان الحار بوحده هو اللي كيبنن. فالطريقه ديال الطياب والبهارات المستعمله كتلعب دور كبير. دونك بقاو معايا نشوفوا الطريقه ديال توجد المرقه بالخضره على الطريقه الباكستانيه الهنديه. هنا غادي نحتاجو الخضره اللي غادي نديرو. انا هنا عندي جبانيه ديال الجلبانه، جبانيه ديال الخيزو مقطع اطراف او دوائر على حسب الرغبه، جبانيه ديال البطاطا مقطع اطراف كبار شويه باش تطيب في نفس الوقت مع الجلبانه والخيزو، معلقه كبيره ديال الثومه وسكينجبير مدقوقين، ثلاثه ديال المطيشات مشلضين، بصله واحده مشلضه، شويه ديال الربيع وجوج فلفلات حارين مقطعين. هنا في الاقامه غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال القزبر كارم بودره، معلقه صغيره ديال الملحه او على حسب الذوق، نص معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه صغيره ديال العرق الصفر، معلقه كبيره ديال اوراق حلبه كارمين كيف كتشوفوا كيكونوا على هذا الشكل. يمكن لكم ديروا ورقة الحلبه فراش كيكونوا في حال الشكل ديال السبانخ. وهنا عندي نص معلقه صغيره ديال الكمون، وغادي نحتاج كذلك الزيت. هنا في الطنجرة غادي نديرو الزيت المائدة أو الزيت البلدية على حسب الرغبة. غادي أول حاجة ندير الثومة أو سكينجبير يتشحرو مزيان ويطلقو النسمة ديالهم في الزيت. هنايا زدت البصله وشحرت مزيان وخليتها حتى تهرى مزيان وتكراميليزا، وعاد زدت مطيشه. هنا كيف كتشوفوا مطيشه هرات ليا شويه، دونك زدت اوراق ديال الحلبه كارمين حكيتهم على يديا وبديت كنمعس المرقه ديالي بالمعلقه. هنا زدت البهارات وبديت كنحرك مزيان، وزدت شويه ديال الماء لان المرق ديالي نشف ليا من الماء، وبديت كنخدم فيه يعني كنمعسو بالمعلقه مزيان باش يجي المرق متجانس كيف كتشوفوا هنا.
وفي الاخير فاش وجد لي المرق زدت الخضر اللي عندي، تقدروا تزيدوا الشيفلور وتزيدوا السبانخ، وتقدروا ديروا الكميه ديال الخضره اللي كتعجبكم اكثر. انا هنا درت الخضره بكميه متساويه تقريبا. وهنا كيف كتشوفوا زدت الماء سخون لازم باش يطيب لي الخضره. هنا مره كنبقاو نطلعوا على المرقه ديالنا، فاش تبان لينا الخضره طابت نزيدوا الربيع مقطع والفلفله خضراء ونخليهم واحد 10 دقائق بين ما نشف لينا ديال المرقه. كيف كتشوفوا وهنا المرق ديال الخضره راه جاهز. في المائده الباكستانيه كناكلوهم مع خبز الروتي مدهون بالسمن اللي غنشوفوا ان شاء الله في فيديو لاحق كيفاش نصايبوه في الدار من خلال الكريمه ديال الحليب اللي كنجمعوه. فوصلنا للنهايه، كنتمنى الفيديو يعجبكم وشكرا للمشاهده والاشتراك. السلام عليكم.